تيما ايموبيلي معروفة في القناة بتيما ايموبيلي، كنشتغل في مجال الديكور والعقار. صراحة شكرا بزاف مراد خويا على الاستضافة ديالك، وشكرا حتى على الفضول ديالك اللي بغيتي تعرف الانتقال ديالي من مجال الطيران لمجال الديكور والعقار. اول شيء انا ما كنتش باغيه نبان، ما كنبغيش نبان في مواقع التواصل الاجتماعي، واخا الناس اللي كيتصلوا بيا في القناة كيقولوا لي بغينا نشوفوك، ما كرهناش نشوفوك. اول شيء مجال الطيران كان حلم، سيتي ان غيف دونفونس، كنت كنحلم بديك المهنه، كتعجبني كنشوفهم كيفاش كيسافروا، كنشوف البسه ديالهم، كيعجبوني مضيفة الطيران. ولكن الديكور موهبه، والديكور خلاني ندوز للعقار مباشره. يعني انا اشتغلت في الديكور مبدئيا، عطيت الحمد لله، ميم سي مي كليون كيسولوني تيقولوا لي كيفاش من طيران الديكور كي درتي لهادي، هادي موهبه ديالي طالي الله سبحانه وتعالى. كنشتغل مع اسماء الحمد لله لامعه في السوق، كنشتغلوا بواحد المصداقيه بالمعقول، حتى حنا تنعطيو لي كونسيبسيون ديالنا، كان لدرجه ان مولاو كيعتمدوا علينا في لي كونسيبسيون ديالنا، الوغ كنقدروا نعطيوهم ديزاين من الاول. بالنسبه للعقار كيفاش القناه، انا كنت كنشارك مع المتابعين ديالي قبل ما تجي القناه الاولى العمل ديالي، كنت كنشارك معهم بزاف، لان كيجوني بزاف الاسئله فاش كنكون خدامه. دخلت عند واحد السيده الفيلا ديالها، كتبقى تسولني كتقول لي فوالا انا هاد حريفي دار ليا، انا خديت هنا، انا خديت هاد الجهه ما مشمشاش، انا هادي. انا فكرت وقلت علاش ما نشاركوش مع الناس المعلومات ديالنا، لان واحد باغي يجدد المنزل ديالو، باغي تعوض المطبخ ديالها، ماشي واحد ما عارفش. انا تنجي تنقول لها فوالا اشنو غديري، ها هي لا كونسيبسيون، تنحط لها لو بلون 3 دي. السيده كتمشي عليا كتعجبها، تقول لي كان غير قلتي لي هادشي من الاول، كان غير درتي لي هادشي من الاول. حنا قررنا باش هاد القناه يبقاو الناس يشوفوا فيها اللي ما عارفينش، كيبقاو يسولوني عافاك انت كتخدمي في العقار، عافاك نتوما في العقار وريونا، بغينا نشريو، بغينا ناخذوا شي حاجه زوينه. هادي حنا غنحطوا لهم كل شيء على القناه، غنحطوا لهم لي زابارتومون اللي كاينين بالنسبه للناس اللي كيبغيو ياخذوا على البحر، وغادي نحطوا لهم حتى بالنسبه لصحاب السكن المتوسط والسكن الاقتصادي، الناس اللي كيبغيو يعرفوا المواقع ديالو فين جا، مواقع زوينين داخل المدينه. هادي هادي بالنسبه للعقار. وكاينه حاجه اخرى اللي غادي نشتركوها ان شاء الله في القناه مع 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 المتابعين ديالي، هو غادي نشتركوا معاهم مراحل البناء، غنشتركوا معاهم مراحل البناء من الاول حتى الاخر، كيشوفوا هاد الميبل كيفاش كيطلع، كيفاش كيوجد الخدمه ديالو من الساس حتى الاخر. ملي غتكون داخل لواحد العماره باش تكون فيها، غتكون عرفتي اش باش تبنات، كيفاش تبنات، فين كاينين السواري، فين كاينين كلشي. حتى الا بغيتي غتموديفي ولا بغيتي تحيد واحد الحيط ولا هادي، راه غتعرف فين كاين البودره، غتعرف فين غادي تريب، وغتعرف البناء والمواد اللي مستعمله. هادي انا غنحاولوا نشاركوا يوميا، غادي نصوروا التطور ديال المشروع وغادي نحطوه على القناه ان شاء الله. والناس اللي غيبغيو يعرفوا شي حويجات بالنسبه للواجهه ديال الواجهه مثلا، هادي مشمشه، هادي بحريه، هادي هادي، الناس اللي غيبغيو يعرفوا التجديد شنو هما الالوان اللي كيجي وشنو هما الالوان، يتابعونا على القناه تيما ايموبيلي ومرحبا بهم. المجال الديكور حنا تنديروا التجديد بالنسبه لي كويزيني كيبي لي بلاكار الباركي لابياج تو سكي بارداجي تو تو سكي بوازغي. وكناخذوا دابا ولينا كناخذوا كليون، يعني كناخذوا الفيلا من الاول حتى الاخر، كنتفاهموا مع السيد او لابارتمون، كنتفاهموا مع السيد او السيده، كنحطوا ليه لي بلون 3 دي ديالنا، كنحطوا لي دوفي ديالنا بحالنا بحال اي شركه، وكنتفاهموا. الى تفاهمنا على الدوفي وتفاهمنا على لي كونسيبسيون، كنبداو حنا العمل، هو كيبقى يجي غير يراقب، وكنبقاو غاديين حتى الاخر. لافاز فينال كيجي كيدير معنا لا ريسبسيون وكيتمم معنا الاجراءات، وكنعطيو له لي كلي ديالو، كيكون هو ربح الوقت. علاش؟ اللي تيقول لك لا حق انا تيدخلوا لي الحريفيه، كيقولوا لي غادي مثلا غادي نجلسوا عندك شهر، كيوليو جالسين لي 6 شهور عام، هادي هذا ما تيديرش لي داكشي اللي اتفقت معاه، هذا كيريب، هذا تيخسر، هذا الحريفي كيدخل باش يصيب لي واحد الموبل، كيخسر لي واحد تيتقب لي حيط او كيخسر لي كغلاج. حنا باش نتفاداو هذا الشيء كناخذوا حنا المسؤوليه، وكنعطيو لا غارونتي في الاخر، كنعطيو الشيما ديال لو بلون ديالنا فاش خدمنا.
ها فين كاينين القوادس، ها فين ما خصكش تقب، ها فين دايز الضوء. هادي بالنسبه للديكور. بالنسبه للعقار، انا كنحطوا العقار المشروع من الاول حتى الاخر كيفاش كيطلع البناء وداكشي، وكنحطوا ليهم لي زابارتمون اللي كنخدموا، المشاريع ديالنا اللي كنخدموا فيهم وعارفينهم، يعني حق المعرفه، عارفين البروموتور او المقاول انسان معقول، عارفين البناء راه جيد، عارفين يعني ما كندخلوش في شي حاجه ديال الغش او هادي. انا ما كنشكر شي مقاول في القناه ديالي الا كنعرفوا حق المعرفه واشتغلت معاه. اليوم انتم شفتوني وبالحاح ديال السي مراد، لانه جاء الفضول ان الانتقال ديالي، جيت غا صدفه مع بنيته باش تسجل عنده اغنيه، تبارك الله عليه حتى هو، تبارك الله على الناس اللي خدامين معاه في الاستوديو ديالو. وقال لي ملي عرفني انني دزت من الطياره للعقار، وبغي جاء فضول بحالو بحال جميع الزبائن ديالي باش يعرف كيفاش هالانتقاله من مجال لمجال، ومجال العقار اللي هو واحد المجال تقريبا اللي محتكر من طرف الرجال، وهو بالنسبه لنا وماروك هو مجال يعني ذكوري 100%، ولكن خاصكم تعرفوا كما في البرلمان وكما في الحكومه، حتى في العقار، حتى في الباتيمون، سمحوا لي على الكلمات الفرنسيه، الناس اللي كيكتبوا لي في القناه راه حنا لونغاج ديالنا هكا في الباتيمون، راه حنا 80% دابا اللي بقات رجال، ردوا البال رجال 20%، راه العيالات هاجمين على الباتيمون وان شاء الله عندهم ما يقدروا. الرساله اللي نبغي نوصلها للشباب اون جينيرال، ثقوا في روسكم، ثقوا في روسكم وكونوا متقنين من القدرات ديالكم، وحتى شي حاجه ما صعيبه، توتي بوسيبل، الا امنتي بالقدرات ديالك غادي توصل فين ما بغيتي. وان شاء الله انا تنقول هذه النصيحه للشباب اللي باغي يبدا من الصفر، تنقولوا لا موتيفاسيون هي الاولى، اعتمد على راسك وما تسمعش لونتوغاج اشنو كيقولوا ليك، وركز على راسك. ولكن اللي نبغي نوصل الشباب 100% واللي كنصحهم بها، حتى شي حاجه ما كتجي بالسهل، ما تنوضش تخدم نهار ويومين وتقول اويلي ما درتش الفلوس، ما وصلتش معادي. هاد الناس اللي كيهضروا مني انا وناس اخرين اللي كيطلعوا كيقولوا لكم انتقلنا ودرنا حصاد او وصلنا لشي منصب او هادي، راه حصاد ديال سنين، يعني الانسان راه بواحد الجد بالاجتهاد بالمثابره يقدر يوصل لاي حاجه كيتمنى، واي حاجه والجد والمثابره والمعقول. المغاربه ديالنا ناس طيبين بزاف، مغربيات ومغاربه رجال ونساء، كيبغيو المعقول، كونوا معاهم في المعقول يكونوا معاكم في كتافكم. هذه النصيحه اللي نقدم للشباب، والله يسهل على الجميع. شكرا مراد.